لكي يسأل عن مسألة تكرر عنها السؤال، وهي المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، هذا يجوز للضرورة، للزحام، لكثرة الناس، ما يضر المرور، ما يضر لله الحمد، لأن المسجد الحرام فيه الناس كثيرون، فيه زحام شديد، والناس يضطرون للمرور، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج.